السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعلنت لبنان رسميا أن ما حدث لنصر الله نفس ما أعلن أفغاي أدرعي بالظبط، وإن خلاص تمام العملية اللي قام بها الجيش الإسرائيلي امبارح نجحت. هذا ما أعلنت عنه لبنان منذ قليل، الحزب في لبنان أعلن ذلك. يعني خرجت حكومة غزة ونعت، وأيضا خرجت اليمن ونعت، والعراق خرجت ونعت، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران خرجت ونعت. الحقيقة احنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح في جملة واضحة في الفيديو بتاع امبارح، وارجوك ارجعوا لها. قلنا لحضراتكم وللأسف اي جملة بيعلن عنها نتنياهو او جيشه تخص اي عملية بتحدث في لبنان او في ايران او في سوريا بتكون صادقة بنسبة 100%. ليه؟ بسبب حجم الاختراق في الثلاث بلدان دول. قلنا لحضراتكم الكلام ده بوضوح امبارح، وقلنا لحضراتكم مع كل أسى وأسف من امبارح بمجرد ما أعلن الخبر، قلنا لحضراتكم إن هذا الخبر صادق، وإنه للأسف الشديد تم ما تم لنصر الله في لبنان وانتهى الأمر على كده. والغريب واللي أنا مستغرب له لقيادات الحزب، إزاي تعملوا كده أصلا؟ يعني منطقيا أنت الآن في أتون حرب كبيرة بحسب الإعلام الإسرائيلي، بحسب الإعلام الدولي، بحسب الإعلام اللبناني، بحسب الإعلام العربي، بحسب قناة الجزيرة، في حرب كبيرة. إزاي قيادات الحزب كلها بتتجمع في مكان واحد؟ أنت وكأنك بتقول لنتنياهو تعالى دخل فينا أكبر جون، تعالى يا اللي ما قدرتش تعمله طوال سنة كاملة في القطاع المحاصر في حكومة غزة، تعالى يا نتنياهو اعمله فينا احنا، وبين للعالم العربي والإسلامي انك استعدت قوة الردع، وان قبل ما يأتي عام على 7 أكتوبر اطلع يا نتنياهو واعلن نفسك منتصرا. هل هذا ما كان يريده مثلا في لبنان؟ مش فاهم. انا لا درست عسكرية ولا بفهم في العسكرية، بس المنطق والعقل البشري بيقولك ازاي كلنا نتجمع في مكان واحد في ظل هذه الظروف. بعض الناس قالت ان كانت لبنان بيحصل فيها الاختراق اللي بيحصل بسبب اجهزة البيجر. انا ما كانش توقعي كده، قلت لحضراتكم مرة واثنين وعشرة هناك عنصر بشري، واخشى ما اخشى ان العنصر البشري ده يوما ما يكون الامين العام. هناك عنصر بشري، رئيس المخابرات الاستخبارات الاسرائيلي السابق يوسي كوهين خرج وقال احنا عندنا قيادة كبرى جدا 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 في لبنان بتجيب لنا دبة النملة، من الذي تنفس ومن لا يتنفس. حصل اللي حصل في شكر، خلاص قلنا واحد لسعك ألم لو ما أخدش مقدار الألم هيتطول عليك، سكت أو عملت حركة كده على القد، تمام. جينا بعد كده أجهزة البيجر، طب في ايه بعد منها؟ اجهزه الاتصالات، طيب في ايه؟ وفي اجهزه البيجر تروح تجيب اجهزه من بنت محدش يعرفها ب 3 جنيه ب 3 جنيه في المجر، محدش عارفها اصلا. طب ازاي ده حصل؟ كم الاختراق وصل؟ مين المسؤول عن هذه الصفقه؟ ولا حد حقق، ولا حد درس، ولا حد عمل حاجه. ثم ياتي من بعد منها اللي حصل لابراهيم عقيل واللي حصل لاحمد وهبه، وبشكل مباشر كانوا متجمعين كل القادة العسكريين، 8 أبرز 8 القادة اللي هم الصفوف الأولى في لبنان كانوا متجمعين. هل ده منطق؟ يعني ده براءته الغباء السياسي، غباء عسكري، ده براءته، براءته إنه يروح وأنت بريء، الغباء العسكري. تتجمع في مكان واحد وأنت عارف إنك مرصود، وعارف إن هناك اختراق كبير بيتم فيك، ثم بعد ذلك يتجمع امبارح نصر الله واللي معاه وكبار الصفوف الأولى من القادة العسكريين والسياسيين المتبقيين يتجمعوا في مكان واحد، وكأنهم بيقولوا إن نتنياهو تعالى دخل جون أكبر من الجون اللي عملته مع عقيل ومع شكر ومع وهبة وأبو طالب، تعالى بقى دخل فينا الجون الكبير علشان يا نتنياهو نظهرك من جديد أو تظهر نفسك من جديد إنك استعدت قوة الردع. إزاي؟ ازاي؟ انا بوريك المنطق ازاي. شوف يا جماعه، يعني انت خليك منطقيا الان. لا، نتنياهو بطل قومي في اسرائيل النهارده، تتفق تختلف تقول لا، بطل قومي، تتفق تختلف. نتنياهو بالنسبه للعالم العربي استعاد قوه الردع،
تتفق ما استعادها. تمام؟ مين بقى اللي خلاه يعمل كده؟ يعني لو اللي حصل لأبا العبد في 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 إيران تم فين؟ في إيران. اللي حصل للعروري تم فين؟ في لبنان. يعني لك أن تتخيل دول بسياستها بمخابراتها بأجهزتها باتساعها الجغرافي ومع ذلك مرصود فيها حبة النملة حبة الرمل، بينما القطاع المحاصر ما عرفوش يحقق، نتنياهو ما عرفش يحقق جزء واحد من أهدافه باعتراف السي إن إن الأمريكية وباعتراف قناة 14 الداعمة لنتنياهو سنة كاملة لم يستطع نتنياهو أن يصل لأي قدم من الصفوف الأولى، بينما وصل للقادم في الصفوف الأولى بتاعت حكومة غزة لما كان واحد فيهم في لبنان والتاني كان في إيران، وصل لهم في ثواني. أما داخل القطاع بقاله سنة ما قدرش يوصل لحاجة إلا لحذاء أبو إبراهيم. فاكرين الحذاء ده اللي قدر يوصل له، والإعلام الإسرائيلي احتفل إن قدرنا نوصل لحذاء أبو إبراهيم. النتيجة على أرض الواقع، النتيجة على عارفين بقى يا جماعة التركية فين؟ اللي الواحد يخشى ما يخشى بقى بجد، اللي بعيد لحضراتكم الجملة دي، ان يكون العصفورة بتاعت نتنياهو او بتاعت الموساد داخل لبنان مؤهلة ان هي ممكن تدير الحزب او تكون في صفوف اولى اكتر من كده. مش ممكن، مش ممكن. انا لو في لبنان وليا اقتراحات وكده مش ممكن هخلهم يجتمعوا كلهم في مكان واحد، مش ممكن، مش ممكن نتقابل كلنا في مكان واحد، مستحيل هسمح بهذا الامر. ولو انا سمحت بهذا الامر اكون شارك نتنياهو قولا واحدا. ازاي تعمل كده؟ شكر لا، في حد كبير بيبلغ عننا. طب سيبك من شكر، عقيل مش ممكن، ده كان اجتماع غاية السرية، وهبة، ابو طالب، وادي الامين العام. ازاي؟ ده السؤال اللي بسأله حضرتك. ازاي؟ طيب ماشي خلاص، هوب حصل اللي حصل. الرد انت فئة اصل مش عايزين نوسع ده الصبر الاستراتيجي، ما بقاش صبر. مين صبر؟ ايه صبر؟ الله يرحمه. الصبر الاستراتيجي هو ما اوصلك لهذه المرحلة قولا واحدا. يا جماعة ده مش كلامي، ده كلام اكبر كبار المحللين العسكريين العرب والاسرائيليين بيقولوا قولا. الصبر الاستراتيجي هو ما اوصلك لهذه المرحلة، ولا تنتظروا شيئا من ايران. وانا بعتذر عن اي تحليل قلته قبل كده اذا كان يخص هذا الامر، ان ايران قد ممكن يكون، لا 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 لا، ايران يا جماعة عندها هدف معين دلوقتي اعلى واسمى من المرشد الايراني ذاته. ايه بقى هو ده الهدف؟ ان هي عندها برنامج نووي، مش عايزة تدخل أتون حرب ولا غمارة حرب إلا لما تستلم البرنامج النووي بتاعها خلصان، ويكون عندها 10 15 20 قنبلة نووية. ساعتها إيران اللي هيعمل حاجة في إيران هترد عليه، إنما إيران مش عايزة تعمل حاجة. يعني إيران نفترض النهاردة إسرائيل ردت عليها، تمام، وإيران عندها 10 15 قنبلة نووية، إيران هترد على إسرائيل وقلبها جامد، إنما إيران لسه ما تملكهمش، ممكن تملك واحدة أو اتنين مثلا، يعني بحسب تقرير كان عملته قناة العربية، إيران تملك قنبلة أو اتنين، دول مش هيكونوا قوة ردع يخلوا نتنياهو يعيد حساباته قولا واحدا. فإيران ما أصبحت ترد عن مش عارف إيه اللي حصل لنصر، ولا هترد عن اللي حصل لأبا العبد، لا مش هترد على حاجة خالص، تنديد وتصريحات وأفشخانات وحركات، ولكن على أرض الواقع مش هتعمل حاجة. إيران عندها ما هو أسمى من ذلك، هو البرنامج النووي، عايزة تتم البرنامج النووي أيا كانت الفاتورة، ولو وصلت للي هو المرشد بتاعهم الأعلى، لو وصلت له لازم إيران هدفها الأسمى البرنامج النووي، ما عندهاش أهم من كده. أما على أرض الواقع بالنسبة للبنان، إيه هو بقى اللي ممكن يتعمل؟ يعني إيه هو اللي ممكن يتعمل؟ اللقطات اللي بتتعمل بقالها سنة للأسف الشديد، يعني هو شوف يا جماعة أنا هنا مش لحاجة والله، لكن على الأقل موقفهم أرجل من موقف الحكومة المصرية مليار مرة. شوف الشهادة لله، يعني موقف اللبنان أو يعني أرجل من موقف الحكومة المصرية 200 مليار مرة اللي هي بلدي، أرجل من موقف السعودية، أرجل من مواقف كتير من الدول العربية. بس قولا واحدا انت وللأسف الشديد في اسبوع واحد خليت نتنياهو يحقق انتصارات ما كان يحلم بها انه يحققها في سنة كاملة في القطاع. في اسبوع واحد نتنياهو شال الصفوف الاولى بالكامل، عسكريين وسياسيين بالكامل، فورها بالكامل. والمشكلة ان مفيش عملية واحدة من اللي عملها فشلت الا في شخصية واحدة، علي كركي اول امبارح فشلت، النهاردة نجحت.
يعني اول امبارح حاول يستهدفه فشل، النهارده نجحت ما كملش، يعني الراجل تعرض لمحاوله. انتبه ركز، في حق في اختراق كبير. تاني يوم راح جايبه. ازاي ازاي؟ وللاسف الشديد بعيد لحضراتكم الجمله تاني، الوضع الراهن الان وسبب السياسه اللي جايه من لبنان، وهنا مش بنتقص من اللي قدموه لا والله، لكن بسبب السياسه اللي جايه من لبنان او طريقه التعامل بالصبر الاستراتيجي الجميل ده، ادى لان نتنياهو استعاد قوه الردع وخلص الكلام على كده. للاسف الشديد، لا نظره سوداويه ولا فيديو محبط ولا اي حاجه، لكن قراءه للواقع، ما لم يجد جديد. سلام عليكم.